السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعتكم ونشوفكم مقطع جديد. هسه عنا تحدي من تحديات المقاومة، وقبل ما نروح يا شباب للتحدي لا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات أو جلتشات. وخلينا نبلش على طول. وعندنا التحدي بيحكي لك إنشاء اتصال بالجهاز بالقرب من السبعة، اللي هي عندنا خزائن السبعة. لك تنزل هسه هون، راح تيجي هسه عندك بتلاقي الجهاز مثل هيك، خليك توقف فوقيه. طيب كيف؟ سنة هيو توقف هون، وراح يطلب منك هسه تحدي. خلينا نشوف شو التحدي. وبحكي لك زيارة قواعد السبعة. عليك تزور ثلاث قواعد من السبعة. هسه احنا اصلا في قاعدة، بضل عندنا قاعدتين وقراب على بعض، كل عليك تستخدم الرفت هسه من هون. خلينا نروح على بعض نزور القاعدتين الضيلات. في عندنا هسه قاعدة هون، هي قريبة عليها فوق، بالنسبة لي بروح اللي فوق عشان ننزل على تحت. خلينا نروح عليها هسه على السريع سريع سريع. اكيد مش راح اقصقصتك المقطع اكيد يعني. هاي هون الموقع الثاني، هنطلع بسرعه مثل هيك. التحدي جدا سهل ما بده اشي. هاي هون الموقع الثاني بنحسب لك هسه. بتروح هاي هون كمان، انا رحت بالسيارة مرة تطلع بالرفت. هسه كمان راح اقص المقطع كمان وروح الموقع الثالث وبنخلص هذا التحدي. هيك شباب، بس هاي هون الموقع الثالث. هيك شباب بكون عندنا هذا المقطع لليوم. لا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، وفعل الجرس. وخلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس. Boy, you gonna die today, make it